6 أكتوبر 73 ده التاريخ وده الزمن. كان يوم يبان طبيعي شبه أيام كتير، لكنه في الحقيقة كان يوم تحديد مصير. 6 أكتوبر 73 ده التاريخ وده الزمن. بس الزمن يومها اتقسم ما بين هنا وما بين هناك، ما بيننا وبين حشود جنود بيقولوا النصر يا الهلاك، وما بين هنا وما بين هناك حدوته لازم تتحكي وهتفضل دايما تتحكي. هنا التلامذة عمد وحمزة صحيوا لبسوا المريلة ونزلوا راحوا المدرسة يتعلموا، وهناك عمد وحمزة جنود على الحدود حلفين ما هيرجعوا إلا بهدية، كانت الهدية يرجعوا أرض وقضية. هنا التلامذة في الفصول كانت تقول المبتدأ مرفوع وخبره، جالنا لما جنودنا عبروا شايلين قوارب وزنها مفيش بشر يتحملوا، ورغم ذلك كملوا وعلموا العدو درس، والدرس جوه المدرسة كان برضو لسه في أوله. اعرب جميع ما تحت خط، الخط كان بارلي في حصين محتاج سنين، حاجز لا يمكن تكسره، بارلي في مني عايز تضيع، قرب وعمرك تخسره. اللي هيعدي هيتحرق واللي له حق هيتسرق، والحق حتى لو اتسرق لا يمكن ابدا يتنسى ولازم يبان، في الراديو بتاع المدرسه جاء البيان. هنا القاهره، جاءنا الان البيان التالي من القياده العامه للقوات المسلحه. نجحت قواتنا في اقتحام قناه السويس في قطاعات عديده، واستولت على نقط العدو القويه بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة، هنا وجنب المدرسة الأسطبو سمرة السكارة واقف في ورشة سمكارة بيحول القديم جديد، وهناك أبو سمرة من الصعيد بينادي بشمخ ورفعة شد حيلك قوم يا دفعة نخلي اليوم ده يبقى عيد. أبو سمرة في وسط ورشته شغله يداير، وأبو سمرة في الميدان بيقول عدوا الخساير. هنا العربية اتجمعت كبوت ورفرف، وبلاد عربية اتجمعت وعلمنا رفرف. أبو سمرة بدل هدمته بهدوم جداد، وتمشى لحد المدرسة ياخد عماد. المشية كانت متغيرة على أرض كانت متحررة، ورافع رسول الأمان خلاص مش هيبص لورا. لما وصل المدرسة كانت آخر حصة عن التاريخ، الفصل قاعد منتبه ومدرس واقف مبتسم عمال يعيد، انسوا اللي فات أصل النهاردة اتكتب تاريخ جديد. جديد. 6 أكتوبر 73 ده التاريخ وده الزمن. بس الزمن ده ليه تمن، ودفعه من كان يؤتمن. الأرض كان شايفها عرض نيابة عن فرد فرد،
كان أسد واقف في جبهة ضحى بدمه وأرضه جبهة وشروطه فرضها فرض. كان دم طاهر يضرب به المثل في الطهر، كان أول مرة الفجر يطلع اتنين الظهر. كان دم طاهر يضرب به المثل في الطهر، كان أول مرة الفجر يطلع اتنين الظهر. 6 أكتوبر 73، ده التاريخ وده الزمن. أبو سمرة قصاد المدرسة واقف بالثانية في المعاد، ودموع الفرحة بالانتصار في عينيه أول ما شاف عماد. اللحظة كانت مربكة، كل الولاد أصحاب عماد إيديها كانت متشبكة، خارجين من باب المدرسة وعلى وشوشهم ضحكة أمل مليانة نصر. كان صوتهم بيرج البلد وبيهتفوا باسم مصر.